صباح الخير جميعا. حضور الكرام، اسمحوا لنا أن نبدأ هذا المهرجان بوقفة حداد على شهداء الشعب الفلسطيني، وهي أيضا وقفة تقدير لكل الذين يسجلون صفحات مشرقة من صفحات النضال الفلسطيني. الحضور الكرام، اسمحوا لنا أيضا ونحن نستهل هذا المهرجان التضامني أن نقول وتحت عنوان إنهم لا يمثلوننا، لا يمثلون شعب البحرين، أولئك النفر القليل من الناس الذين زاروا الكيان الصهيوني محاولين التطبيع معها، وأرادوا أن يبعثوا إيحاءات بأن شعب البحرين يسعى إلى التطبيع، ولكن كل ردود الفعل هنا في البحرين أكدت بأن هؤلاء لا يمثلون شعب البحرين، وإن هذا الشعب يرفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وهو يؤكد على عروبة القدس وعلى أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت وستبقى في وجداننا، وقضية العرب الأولى بالرغم من مؤامرات تهميشها أو القضاء عليها. هذا المهرجان التضامني نجدد فيه انحيازنا لقضية القدس والأقصى وفلسطين الحبيبة، هي وبامتياز أمي القضايا على الإطلاق. زيتون غرسي بحب الأرض يعطيني، فعل الصمود وصوت الحق يبقيني، لن أترك الوطن الغالي لمغتصب وتستعيد نضالاتي فلسطين. كلمات شاعر التقدم الرفيق عبد الصمد لي. والآن مع كلمة لجمعيتي التجمع القومي الديمقراطي والمنبر التقدمي، يلقيها الأمين العام لجمعية التجمع القومي الأستاذ عبد الصمد النشار. الضيوف الكرام، الرفاق الأعزاء، كل التقدير والشكر للرفاق الأعزاء في المنبر التقدمي الديمقراطي على تنظيم هذه الفعالية المشرفة باسم الجمعيتين القومي والتقدمي، ونرحب أجمل ترحيب بكل من يساهم معنا في هذا المهرجان من جمعيات وفنانين وشعراء، لنعلنها صوتا واحدا وقويا أن شعب البحرين بكل أطيافه وتلاوينه وفئاته يقف صفا واحدا مع شعبنا العربي في فلسطين ومع القدس الشريف عاصمة لفلسطين، كل فلسطين، ويرفض ويستنكر ويدين قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني المحتل والغاصب. لقد جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثابة تتويج لوعد بلفور المشؤوم، وهو قرار بقدر ما يحمله من عدائية واستفزاز لمشاعر الفلسطينيين والعرب، ويقدر ما يمثله وبقدر ما يمثله من تعدي صارخ على حقوقهم التاريخية، فإنه يعكس في واقع الأمر حقيقة المواقف والسياسات الأمريكية الداعمة والمنحازة بصورة دائمة ومطلقة للكيان الإسرائيلي المحتل، والتي تجددت يوم أمس باستخدام حق الفيتو الأمريكي ضد القرار الذي تقدمت به مصر، بالرغم من موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الآخرين عليه في تحدي صارخ ومستهجن لكل القرارات والمرجعيات الدولية التي ترفض المساس بالوضع الاعتباري القانوني والسياسي لمدينة القدس الواقعة تحت الاحتلال. كما أننا نجد في هذا القرار ابتزازا صارخا للفلسطينيين والعرب في محاولة لإجبارهم على الإذعان والرضوخ لإدارة المحتل ولأطماعه العدوانية التوسعية، وأن الصمت أو السكوت على هذا القرار يعني القبول بتهويد القدس وتدمير هويتها العربية ومسح كل معالمها وآثارها التاريخي الحضاري والإنساني باعتبارها أولى القبلتين. ولا يخفى أن هذه الأهداف تمثل أولويات الحركة الصهيونية العالمية باعتبارها حركة عنصرية عدوانية توسعية غير مشروعة،
ولا يخفى عليكم أيها الأعزاء تسارع خطوات بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني بالتزامن مع هذه القرارات، مما يرسل إشارات واضحة بقبول هذه الأنظمة لهذه القرارات والتواطؤ في تصفية القضية الفلسطينية. ولا يقل خطورة عن ذلك تلك الزيارات المشبوهة والمرفوضة والمدانة التي تقوم بها بعض الشخصيات والجمعيات المحسوبة زوراً وبهتاناً على بلدنا الحبيب للكيان الغاصب، مع الترويج لقرب زيارة وفد من رجال الأعمال من الكيان المحتل للبحرين، الأمر الذي يفرض علينا مطالبة كافة القوى المدنية والشعبية والسياسية والمهنية والشخصيات الوطنية ورجال الأعمال التعبير عن رفضهم لمثل هذه التحركات وإعلان البراءة منها انتصاراً للسجل الناصع من المواقف التاريخية المشرفة للبحرين أرضاً وشعباً مع القضية الفلسطينية. إننا في هذه المناسبة نجدد مطالبتنا لمختلف القوى والفصائل الفلسطينية بتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية ونبذ الفرقة وحقن الدماء وتغليب المصلحة الوطنية للفلسطينيين وتوجيه الطاقات والإمكانيات والمقدرات ضد العدو الصهيوني الذي يوظف هذا الانقسام ليوغل في مشاريع التهويد والاستيطان ومشاريع التسوية التي لن تخدم سوى الصهاينة المحتلين وأعوانهم. كما أننا نطالب الدول العربية بضرورة اتخاذ موقف حازم يجبر الإدارة الأمريكية على التراجع عن قرارها والذي يأتي استكمالاً للجريمة التاريخية واللا إنسانية التي أقدمت عليها القوى الاستعمارية في حق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال الإجراءات وقرارات عملية حازمة ضد المصالح السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية الأمريكية في البلاد العربية، والإعلان صراحة عن مقاومة أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي رأت الإدارة الأمريكية في التهاون الخطير من قبل بعض الأنظمة العربية معه ضوء أخضر آخر للمضي في قرارها المشؤوم. كما أننا ندعو كافة القوى الوطنية والقومية والتقدمية وجماهير الأمة العربية على امتداد الساحات العربية بضرورة التحرك انتصاراً لقضية فلسطين وإعادتها إلى واجهة الاهتمام كقضية مركزية في النضال العربي، والتمسك بالثوابت الوطنية والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني عن طريق دعم نضالاته المشروعة والتصدي لكل محاولات التطبيع التجارية مع العدو المحتل، ورفض إخضاع هذه الحقوق للمساومات أو التفريط بها وفي المقدمة منها حقه في العودة وتحرير كامل أرضه المغتصبة وتقرير مصيره وبناء دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي الختام فإننا نتوجه بالتحية والإكبار والاعتزاز لانتفاضة شعبنا الفلسطيني الذي خرج في المدن الفلسطينية ليعبر عن رفضه المطلق للقرار الأمريكي، ونترحم على الشهداء الأبرار الذين سقطوا في الانتفاضة، كما نحيي المسيرات والمظاهرات التي خرجت في العديد من الدول العربية ودول العالم معبرة عن ضمير العالم الحي والرافض لذلك القرار، ونحيي باعتزاز وفخر ما عبر عنه شعبنا في البحرين بكل فئاته وتلاوينه وجمعياته خلال الأيام الماضية من صور رائعة للتضامن والوقوف إلى جانب أشقائه الفلسطينيين وإلى جانب الحق الفلسطيني، وهي المواقف الأصيلة والصادقة التي نعتز بها جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة بس في سيارة تويوتا كوريلا رقمها 202501 واقفة عند بيت الجيران، تويوتا رصاصية كوريلا. سيعود الحق إن كان لنا من سبات هبة تجلو الغمام
وتعود الشمس من مشرقها وعلى الزيتون والأرض السلام. الآن الكلمة للجمعية البحرينية للمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني. هي جمعية لها مواقف مشهودة في دعم القضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع. وكلمة هذه الجمعية ألقيها أمين السر الأستاذ أحمد عبد الأمير. الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. شيعت جماهير غفيرة قدر عددها بعشرات الآلاف السبت الماضي جثامين 4 شهداء، وهم إبراهيم أبو ثرية، ياسر السكر، أمين عقل، وباسل إبراهيم، في محافظات غزة والقدس والخليل إلى مثواهم الأخير. وارتقى الشهداء 4 خلال مواجهات الغضب المتواصلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس. إبراهيم أبو ثرية، قدم إبراهيم بساقيه المقطوعتين في حين أن الأمة سيقانها طويلة وقوية وقادرة، ولكنها التفت الساق بالساق خوفا وجبنا وتآمرا وتقاعسا وتناحرا فيما بينها. إبراهيم بمفرده يشهر سيف قلبه الحر ويقاوم جحافل شر العالم كله الذي يواجه هذه الإرادة الحرة التي تقف شامخة في قلب إبراهيم. وقبل استشهاده ظهر أبو ثرية الجمعة وهو يزحف ويرفع علامة النصر مباشرة أمام السياج الفاصل أمام مرأى الجنود الصهاينة. قال شقيقه سمير إن إبراهيم كان شجاعا، أصيب في 2008 بقصف مروحي استهدفه بعد أن أنزل العلم الصهيوني ورفع مكانه العلم الفلسطيني على الحدود. ويتابع شقيق الشهيد إبراهيم أبو ثرية، لم يمنعه ذلك من التظاهر من أجل القدس، كان يذهب لوحده يوميا إلى الحدود. إن هذه الخطوات التي تجرأ عليها الرئيس الأمريكي جاءت تتويجا للسياسات التي اتخذت على امتداد السنوات الماضية من قبل الأنظمة العربية، حيث عمدت هذه الأنظمة إرضاء للإملاءات الأمريكية إلى تغيير الخطاب في مواجهة الكيان الصهيوني وحرف بوصلة الصراع في اتجاهات أخرى. حولت اهتمام جزء من الشعب العربي عن القضية المركزية للأمة العربية. لقد عمدت هذه الأنظمة إلى إلغاء مكاتب المقاطعة، مقاطعة البضائع الصهيونية داخل دولها، والسماح لجهات بالترويج لزيارات تطبيعية للأراضي المحتلة، وغيرت المصطلحات اتجاه الكيان الغاصب ليتحول إلى دولة إسرائيل، وبدل عصابات الصهاينة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، بالإضافة للقاءات السرية والعلنية مع مجرمي الكيان الصهيوني من قبل مسؤولين في الأنظمة العربية. اليوم يأتينا البعض من بلادنا في وفد مسخ ومن خلال مؤسسة مشبوهة يعلم ويتابع دورها الشعب البحريني في تشويه صورته في المحافل الدولية، فكيف لها أن تدعي أن زيارتها للأراضي المحتلة هي محاولة للتعريف بالتسامح الديني في بلدنا؟ أن الزيارة الأخيرة وللأسف الشديد جاءت بعد الكثير من المبادرات الرسمية والأهلية التي توحي بتوجه رسمي للتطبيع مع العدو الصهيوني، ومن آخرها استضافة البحرين لمؤتمر الفيفا في مايو 2017، وأيضا حادثة رقصة مشهورة أمام باب البحرين في 22 ديسمبر 2016. أن الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني تطالب الشعب البحريني للتخلص من النزاعات الطائفية والفئوية الضيقة والالتفات إلى القضايا القومية والإنسانية الجامعة وعلى رأسها القضية الفلسطينية،
مما تشكله من حالة وجدانية جامعة بين جميع أبناء الشعب البحريني. وهنا يأتي دور النخب الوطنية في البحرين في استغلال فضاءات الإعلام الاجتماعي في نشر المعرفة وتعزيز الوعي بخصوص تاريخ القضية الفلسطينية ومركزية الصراع بين العرب والصهاينة. كذلك ندعو الشعب البحريني والشباب خاصة للتفاعل مع مبادرات المجتمع المدني في البحرين والانخراط فيها والأخذ بزمام المبادرة، حيث تساهم هذه المبادرات في دعم صمود الشعب العربي في فلسطين ويقوي روح التحدي لديهم ويعزز الشعور القومي بين أبناء الشعب بين أبناء فلسطين والبحرين. وفي الختام تؤكد الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني أن أي مبادرة للتطبيع مع الكيان الغاصب وتحت أي مسمى كان سياحي رياضي اقتصادي ديني يعتبر جريمة في حق فلسطين، حيث يجب استبدال مبادرات التطبيع الصهيوني العربي بمبادرات تطبيع عربي عربي تؤسس لتكامل حقيقي بين الأقطار العربية وتؤسس التضامن بين شعوبها. المجد والخلود لشهداء الأمة، الخزي والعار للمطبعين وأعوانهم. عاشت فلسطين حرة عربية مستقلة، والسلام عليكم ورحمة الله. في فلسطين لنا جرح بدا قائرا يستصرخ الحق عيالا، لن تعود الأرض ما لم تزدهي سبل المجد بمن جاد نضالا. والآن فقرة موسيقية الفنان أحمد الغان. أيها الذاهبون إلى صخرة القدس مروا على جسدي، أيها العابرون على جسدي لن تمروا، أنا الأرض في صحوها لن تمروا، أنا الأرض يا أيها العابرون على الأرض في صحوها لن تمروا لن تمروا لن تمروا. كلمات شاعر محمود درويش.
ولعمال البحرين مواقف على أكثر من صعيد وفي أكثر من مناسبة، وترجمت هذه المواقف الداعمة والمساندة لعمال وشعب فلسطين. يلقي كلمة الاتحاد العام لعمال البحرين الأمين العام المساعد للعلاقات الخارجية الأستاذ كريم رضي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والأخوة، قيادات الجمعيات الوطنية، الأخوات والأخوة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كوادر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بقيادته النقابية وقواعده العمالية، يطيب لي أن أشكر هذا التنظيم الوطني التقدمي الرائد على مبادرته مع الجمعيات الوطنية بتنظيم هذه الفعالية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، ودعوتنا من أجل المشاركة، وهي دعوة نثمنها عاليا ونعتز بها كبير الاعتزاز. إن التعبير عن الموقف التضامني مع الشعب الفلسطيني يكتسب في هذا الوقت بالذات أهمية مضاعفة، لكوننا قد مررنا للتو بمئوية وعد بلفور المشين في شهر نوفمبر الماضي، منذ نوفمبر 1917، وهو الوعد الذي سيبقى إلى الأبد وصمة عار في جبين النظام العالمي والاستعمار البريطاني، كونه شرع لإنشاء دولة من عدم على أنقاض وطن وشعب آخر، وأسس الاعتراف دوليا بهذا الكيان، وهو ما لم يحدث أبدا منذ بداية التاريخ الحديث، الذي يفترض أنه قام على احترام حقوق الشعوب وسيادة الأوطان. وثانيا، لأنه أيضا يتزامن مع مرور نصف قرن على احتلال زهرة المدائن القدس الشريف في عام 1967، وهو الاحتلال الذي دشن أسطورة أن القدس أورشليم هي عاصمة الشعب اليهودي، كما يقول الكيان الغاصب، في بلطجة سياسية وعسكرية، حيث يصنع التاريخ بوضع اليد، وحيث تستبدل قوة المنطق بمنطق القوة. وثالثا، لأنه يتزامن مع اقتراب عام 1918، حيث ستكمل نكبة احتلال فلسطين 50 عاما أيضا منذ عام 1948. وأخيرا وليس آخرا، نبهنا المفكر والمؤرخ والخبير الفذ ابن بيروت الدكتور محمد السماك، صاحب كتاب القدس قبل فوات الأوان الصادر عام 2005 عن الدار العربية للعلوم، إلى نقطة مهمة، وهي أن اختيار ترامب تاريخ شهر ديسمبر لإعلان اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الغاصب لم يكن مصادفة، لكنه تأصيل لدخول قائد القوات البريطانية أدموند اللمبي مدينة القدس عام 1917 ليعلن يومها أن الحروب الصليبية قد انتهت. وبرغم أننا يجب أن لا نتطير من مصادفات التاريخ ومواعيده، إلا أن كل هذا ذا دلالة على أننا نتعامل مع عدوان أمريكي صهيوني يتوسل التاريخ والدين من أجل تحقيق مصالح استعمارية، سواء عبر الشكل القديم للاستعمار وهو الاستيطان، أو عبر الشكل الحديث للاستعمار وهو الهيمنة الاقتصادية والثقافية. ويضاف إلى ذلك، مما يكسب هذا اللقاء أهمية هو أن تجمعنا اليوم يأتي تأكيداً للانتماء الإنساني والقومي الذي يربط بين شعبنا في البحرين وشعبنا في فلسطين، ليؤكد للعالم أجمع أننا غير معنيين بزيارة التطبيع التي قام بها وفد إحدى الجمعيات في مبادرة لا تعبر عن حقيقة الشعب البحريني وهويته وقيمه ومواقفه الرافضة للتطبيع مع كيان الاغتصاب والاحتلال، والمؤمنة بأن القدس الشريف عاصمة الشعب والوطن الفلسطيني الأبدية. إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ولكوننا نشكل الامتداد الطبيعي للطبقة العاملة والوريث الشرعي لنضالاتها، وهي التي كان دائما وأبدا البعد الوطني فيها مندمجا مع البعد القومي والإنساني والاقتصادي، ولم تمر على هذه الطبقة وتنظيماتها المعبرة عنها، بما في ذلك اتحاد العمل البحراني المؤسس عام 1954
أي لحظة في التاريخ كان فيها عمال البحرين متنصلين من انتمائهم لفلسطين وشعب فلسطين وهم فلسطين. ومن هذا المنطلق ندين بأقصى عبارات الشجب والاستنكار أي محاولة حتى ولو كانت بحسن نية للتطبيع مع الكيان الغاصب باعتبارها إساءة إلى نضال الشعب الفلسطيني وإلى دماء شهدائه ومكانة أبطاله ومعاناة سجنائه في سجون الاحتلال. وقد يقول قائل إنها زيارة وفد ديني بهدف نشر قيم التسامح بين الأديان، وردنا ببساطة أنه في هذه الحالات من يحدد هدف الزيارة ليس هو في الحقيقة الطرف الزائر، ففي مثل هذه الحالة فإن الطرف المزور هو من يستفيد من هذه المبادرات وهو من يحدد أهدافها غير المدروسة والتي ينتهي بها الأمر أن تكون ضد أهدافها. فيصبح هدف التسامح الديني هنا ليس إلا معززا إلى مزيد من التهويد وانتهاك حقوق الديانات الأخرى في القدس عاصمة الأديان جميعا ومهد الرسالات الكبرى. وإذا كنا في المحور العمالي بحكم اختصاصنا كاتحاد النقابي فلا بد من القول إن نضال عمال فلسطين كان دائما على محورين: المحور الوطني والقومي من جهة حيث يواجهون الاحتلال مع كل قطاعات الشعب، والمحور العمالي الاقتصادي حيث يواجهون مصاعب كسب لقمة العيش في وضع لا مثيل له في العالم كله. ويقول مثلا تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2017 والذي تلاه السيد غاي رايدر مدير عام المنظمة أمام مؤتمر العمل الدولي إنه لا يوجد أي مؤشرات أخرى تعكس الوضع الهش والصعب لسبل كسب عيش الفلسطينيين كتلك التي تتعلق بسوق العمل. وإذا كانت البطالة في عموم فلسطين تصل بين الفلسطينيين إلى نحو 50% فإنها في قطاع غزة حيث الحصار المستمر لسنوات ترتفع إلى نحو 60%، ويكاد يكون من المعجزات أن يعيش شعب كما يعيش سكان غزة كل هذه السنوات من الحصار على قيد الحياة. ويرصد واقع تأثير الحصار الذي يفرضه الكيان المحتل على الاقتصاد الفلسطيني بما يؤدي إلى تجزئته بين غزة والضفة بشكل يجعل من المستحيل أبدا قيام اقتصاد فلسطيني ينبض بالحياة. إنها محنة ينطبق عليها فعلا القول السائر إن المعاناة لا يعرفها إلا من يكابدها. إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ينتهز هذه الفرصة لإطلاق فكرة يجب أن نعمل عليها جميعا، أن نقوم معا كمجتمع مدني وكنقابات وكناشطين اقتصاديا واجتماعيا بمبادرات جماعية أو منفصلة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو أمر لا تقوم به البيانات. إن البيانات طبعا وسيلة تعبير عن الموقف، وهي ربما ترضي ضميرنا وتجعلنا ننام مرتاحين مطمئنين أننا قمنا بدور ما، لكن الحقيقة تقول إن جماعات الضغط الصهيوني في أمريكا خاصة وفي العالم عامة تتبرع بمليونات الدولارات لدعم الاقتصاد للكيان المحتل، بينما يترك عمال فلسطين وحيدين في مواجهة حصار غزة وفي مواجهة استغلال أرباب العمل وسماسرة سوق العمل الإسرائيليين لأولئك العمال الذين يحصلون على فرصة عمل من العاطلين الفلسطينيين داخل الكيان المحتل. لا أقول من هذه المنصة دعونا نتوقف عن البيانات، لكن أقول دعونا نفعل ما هو أكثر منها عملا منهجيا مدروسا اقتصاديا يمكن شعب وعمال فلسطين من تجاوز صعوبات لقمة العيش والتفرغ بشكل أكبر للنضال الوطني الذي هو حجر الزاوية في مسيرة كفاح هذا الشعب المعذب. مجددا نشكر تنظيمكم الكريم على هذه الدعوة الكريمة بالإضافة للتنظيمات الأخرى المشاركة في تنظيمها، ونرفع قبضات التضامن مع حق الشعب الفلسطيني أسوة بكل شعوب العالم في حصد ثمار كفاحه العادل بقيام وطن حر مستقل كامل السيادة
يعيش فيه الشعب الفلسطيني بحرية وكرامة وعدالة، لتنعم هذه المنطقة بالأمن والسلام بين كل الديانات والعقائد على أرضها، ولكي لا تكون محطة لتجريب منتجات شركات الأسلحة وإشعال الحروب بين دولها وشعوبها لتنفيذ مصالح القوى الإمبريالية التي نعلم جميعا أنها لا تقاتل من أجل دين ولا عقيدة ولا حتى من أجل اليهودية ولا اليهود، بل من أجل استمرار تأبيد سيطرتها الاقتصادية على المنطقة وتحكمها في خيرات وثروات الشعوب. كما لا ننسى في هذا المجال أن نحيي باعتزاز وإجلال مواقف التنظيمات النقابية الدولية، وخاصة الاتحاد الدولي للنقابات ITUC واتحاد عمال النرويج LO نروي. عاشت القدس عاصمة أبدية لفلسطين. يسقط قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال. تسقط كل محاولات التطبيع مع الكيان المحتل. عاش التضامن الشعبي البحريني مع فلسطين. المجد والخلود لشهداء فلسطين وشهداء الطبقة العاملة في كل أنحاء العالم. الحرية للأسر الفلسطينيين، والسلام عليكم ورحمة الله. ها فلسطين العلا مسبية لبني صهيون والقدس تضام، ومن الجولان تعلو صرخة تنتخي بالجرح والناس نيام. في بداية هذا العام أقرت دورة منظمة تعاون شعوب آسيا وأفريقيا ومقرها القاهرة تشكيل لجنة دولية لدعم الشعب الفلسطيني، وفي 29 من سبتمبر الماضي أطلقت اللجنة من مقرها في الرباط بيانها التأسيسي بعد أن عقدت اجتماعها الأول، ووضعت اللجنة من أهم أهدافها حشد أوسع رأي عالمي وخصوصا من الشخصيات الدولية والمفكرين والأدباء والفنانين المناصرين للقضية الفلسطينية. وكلمة هذه اللجنة يلقيها نيابة عن رئيس اللجنة الأستاذ طالع السعود الأطلسي الرفيق جليل النعيمي عضو اللجنة، فليتفضل. الأخوات والإخوة من القوى الديمقراطية والتقدمية في البحرين، تحية لكم على وقفتكم النضالية هذه التي تمارسونها اليوم نصرة للقضية الفلسطينية، وهي القضية الطليعية في الكفاح الأممي من أجل حق الشعوب في أوطانها وكرامتها. يسعدني وقد تشرفت برئاسة اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني أن أشارككم وقفتكم اليوم، وأن أحيي فيكم حماسكم لإسناد نضال شعبنا الفلسطيني ضد هذه الهجمة التي اقترفتها الإدارة الأمريكية بالقرار المشؤوم لرئيسها، والذي منح بمقتضاه القدس عاصمة لإسرائيل منحة، في تضاد مع القرارات الدولية والحقوق الفلسطينية المثبتة دوليا. المفارقة هو أن الرئيس الأمريكي اعتقد أنه سينتهز فرصة انشغال العرب بتلقي هذا الكم الهائل من مفاعيل الدمار بمسميات مختلفة وبأسباب مختلفة، وما أنتجته من عزلة للقضية الفلسطينية وتواريها عن الاهتمام المركزي للشعوب العربية. غير أن القرار نفسه أعاد قضية الشعب الفلسطيني إلى صدارة الاهتمام العربي والعالمي وبقوة أعلى مما سبق، ذلك لأن القرار الأمريكي هو من الحيف ضد الشعب الفلسطيني ومن الانحياز اللامشروط للاحتلال الإسرائيلي، بحيث أن العالم كله دانه ورفضه واحتج عليه باستثناء إسرائيل وأمريكا. فقد جاءت خطوة الرئيس الأمريكي ترامب بإعلانه أن القدس عاصمة أبدية للدولة اليهودية الإسرائيلية، واعتزامه نقل سفارته إليها كمن أخرج مارد التضامن الدولي
مع الشعب الفلسطيني وقضيته من القمقم، فثار العالم من أقصاه إلى أقصاه، رسميا في الجامعة العربية، في منظمة التعاون الإسلامي، في مجلس الأمن، حتى ولو أوقف الفيتو الأمريكي أمس قرار إدانة القرار الأمريكي، وفي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وشعبيا في معظم دول العالم بالتظاهرات والاحتجاجات بمختلف أشكالها. وقد وجدت اللجنة الدولية لدعم شعب فلسطين بالتعاون مع اللجان الوطنية نفسها داعمة ومشاركة بفعالية في العديد من هذه النشاطات الشعبية. ولابد في هذه المناسبة من التحرك لدى كافة المؤسسات الدولية السياسية لحثها على اتخاذ موقف واضح وصريح من قضية القدس، كون قرار الرئيس ترامب مخالف لكافة القوانين الدولية والقرارات التي أقرها مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكافة اختصاصها. وهذا سيكون بالتنسيق مع الأخوة في فلسطين قيادة ومنظمات شعبية وحقوقية، كما ستدعم اللجنة من خلال علاقاتها الدولية كافة القرارات والخطوات التي ستقوم بها القيادة الفلسطينية من أجل حشد العالم كافة لدعم فلسطين وإلغاء قرار ترامب غير الشرعي وغير القانوني. كما لابد أن يكون تحركنا لدى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لإيضاح الانتهاك الذي يشكله قرار ترامب على انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني. فهذا القرار الشبيه بوعد بلفور يعطي فيه ترامب ما لا يملك لمن لا يستحق، ويقر بيهودية دولة الكيان الإسرائيلي، وهذا يعني إلغاء كافة الحقوق السياسية والمدنية لأكثر من 2 مليون فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية قسرا ويسكنون مدن القدس ويافا وحيفا والجليل والمثلث، ويشكلون ربع سكان إسرائيل، مما قد يشكل عليهم أيضا خطر الإبعاد من هذه الدولة العنصرية الدينية. إننا في اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ومقرها الرباط والمنبثقة من منظمة تضامن شعوب أفريقيا وآسيا ومقرها القاهرة، نعبر لكم إخوتنا في البحرين عن ثقتنا في أنكم ستكونون طاقة فاعلة في نضال القوى الديمقراطية والتقدمية في العالم، نصرة للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو نضال كما تلاحظون تؤججه الانتفاضة الفلسطينية المتواصلة سواء في الضفة الغربية وغزة وفي القدس. ويحتاج منا إسناد هذا النضال الفلسطيني أن نخاطب الرأي العام الدولي ومؤسساته الديمقراطية والحقوقية بلغة شرعية الحقوق الوطنية والفلسطينية، لأن من شأن ذلك أن يدعم كافة الوسائل المشروعة لرفع هذا الحيف الأمريكي، وأن يعمق من عزلة إسرائيل وحليفها الأمريكي، وفي المقابل أن يوسع من الجبهة العربية والعالمية المساندة لعدالة القضية الفلسطينية. تحية لكم وأنتم تعبرون عن هذا النبض القومي في البحرين، وتحية لكم وأنتم تكافحون من أجل هذه القضية العادلة وطنيا لشعبنا الفلسطيني ولنا جميعا من المنطلق القومي وللإنسانية جمعاء من المنطلق الحقوقي والإنساني، وسعيا وراء تحقيق السلم العالمي. طالع السعود الأطلسي، رئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني. وعلى الهامش صرنا مزقا يقتل البعض بها بعض العوام، لن يكون الحال في أحسنه بيننا إلا إذا ساد الوئام. لنساء البحرين دور مشهود في التضامن مع الشعب الفلسطيني تمثل في العديد من الفعاليات والنشاطات قامت بها عدة جمعيات نسائية في البحرين، والكلمة الآن للاتحاد النسائي تلقيها رئيسة الاتحاد الرفيقة بدرية المرزوق، فلتتفضل.
الرفيقات والرفاق أعضاء جمعيتي المنبر التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي وأصدقاؤنا الأعزاء، أسعدتم مساء في تحدي صارخ للمجتمع الدولي وللأمتين العربية والإسلامية، وضربا بعرض الحائط للشرعية الدولية. أعلن الرئيس الأمريكي في 6 ديسمبر 2017 قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، متذرعا بدرائع واهية تدل على الامتياز الكامل للانحياز الكامل للكيان الصهيوني. ويعد هذا القرار تكريس للاحتلال ومخالفة لكافة قواعد الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، بل وتدمير لعملية السلام برمتها، وما واكب ذلك من تحديات صدرت من جامعة الدول العربية ومن عدد كبير من رؤساء العالم العربي والإسلامي والعالمي بخطورة تلك الخطوة، إلى أن صدور هذا القرار يؤكد أن هناك إصرار ونية مبيتة من الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب على إصداره. وقد غاب عن الرئيس الأمريكي حساب الشعوب العربية والإسلامية والعالمية التي انتفضت، وأولها الشعب الفلسطيني الباسل ضد هذا القرار الجائر بتظاهرات حاشدة واحتجاجات وغضب في كل قطاعات ومدن فلسطين. لقد قال الشعب الفلسطيني كلمته في أنه يرفض رفضا قاطعا هذا القرار، كما كان هناك رفضا ومسيرات لهذا القرار الجائر عمت كل العالم الإسلامي والعربي وسائر دول العالم. وقد عبر البحريني اطلاقا من مواقفه القومية عن رفضه التام لهذا الموقف عبر الوقفات التضامنية، وأعلن براءة الشعب البحريني من الزيارة التي قامت بها إحدى الجمعيات للقدس، وعلى أثرها قام وفد شبابي من جمعية مقاومة التطبيع لزيارة مخيم صبرة وشاتيلة في لبنان، والتعبير علانية عن رفضهم لزيارة هذه الجمعية. ونحن ككيان نسائي ممثل أهلي للمرأة البحرينية نقف وبقوة مع المرأة الفلسطينية التي تقدم ولا زالت تقدم كل التضحيات في سبيل القضية، فهي الأم التي فقدت فلذات أكبادها في الانتفاضات والدفاع عن الوطن، وانخرطت في النضال والمقاومة واستشهد العديد منهن، كما سطرنا صمودا في زنازين الاحتلال. وندعو للمحافظة على كيان الأسرة الفلسطينية، ونطالب جميع المنظمات النسائية في العالم إلى التضامن مع المرأة الفلسطينية والدعوة إلى وقف العدوان، لأن ذلك يشكل ضغطا دوليا لا يستهان به. عاش الشعب الفلسطيني وعاشت المرأة الفلسطينية، وتحية لكل المناضلين والمناضلات. شكرا. يا وطن الزيتون والزعتر في القلب دوما عشقنا يكبر، ها 40 عاما سيدي مرت ونكبة من واقع أكبر، لكننا باقون لن نقهر. والآن فقرة شعرية للشاعرة الأستاذة إيمان أسير. مساء الخير جميعا. كنت أتمنى أن نقف وقفة أخرى في شبابي أيام السبعينات، كنت أتمنى أن يجي هاليوم وإحنا نحتفل بتحرير فلسطين. أحد أبنائي قال لي يوما ما: يا أمي، زمنكم كان واجد أحسن أو أفضل من زمننا، والآن أجد أن له الحق في ذلك. سأقرأ مقتطفات من
ديوان لم يطبع بعد باسم شجر النوم. وعشان أحطكم في الصورة، هذا كتب من زمان طبعاً، من بعد الأحداث اللي مرت في الدول العربية، يعني كل هذا الدمار والدم من حوالينا، وهذه النصوص ما هي إلا نتيجة لكل ما نراه نحن الذين لا نملك شيئاً. هناك في تلك البلاد التي نعرفها الرعاة والعصافير يشاهدون الحرية في قيلولة الضحى. العصافير أكملت المشهد بتغريداتها، أعين النار غيرت المشهد بالمحو، لما الاهتمام؟ آلمني غناء النمل، لما الاهتمام؟ آلمني غناء النمل، اليوم طوى نفسه والألم حارق في التلفاز الصغير يمسح الدم عن جسد أمه، بينما عشيرة النمل تغزوه، بين الشاشات تكمل الحروب حكايتها بالقذائف تستهدف قلوبنا. فرض علينا كتم النظر احتراما لجنون الضباب. في ملامح الجدار شيء من هندسة الوطن، لون من الموت، حسرة أصابت الجدار رغما عنه في انتفاضة الروح. هوة نيزك، غربة وطن، أمن لاجئ استند إلى موت الجدار. الكلام المضيء كثير في الثرثرة، لو كان محض أمنية، لو كان محض أمنية حولت الجغرافيا المتشابكة إلى حدائق افتراضية. لو كان محض أمنية لرأيت الجلاد يتكاثر في متواليات الصمت، يحفر القبور للحدائق الافتراضية. ما زال اليوم قائما بخفة يأخذنا إلى نهايته، بالأمس طائرات حربية أجبرتنا على تسلق الموت. الألوان في برودتها سادها رماد مثقل بأنفاس الذين غادروا، قليلا قليلا توارت عن الأنظار، أنت بكت تمتمت في أتون الحرب، لا سيد سوى آلهة النار. هؤلاء الذين نعرفهم، هؤلاء الذين نعرفهم ما تعبوا من عد قتلاهم خلف شاشاتهم الثمينة، شربوا نخب أناقة الموت، والذين لم ينتهوا من إكمال الفقر ما زالوا تحت الأنقاض. إن الذين يضاجعون المال فقدت دماؤهم بحرها، أخفت رؤوسها، البحر في عريه مرغت شواطئه بالجثث. إن الذين أماتونا رغم صممهم يزعجهم نشيدنا، طائرته الورقية لم تقوى على النهوض، بينها وبين يده الصغيرة قامة شجرة، طائرة مغيرة أزاحت الشجرة عن الخيط. الطائرة بكل ألوانها أصبحت شاهدة قبره، نقاط صغيرة هي الأهداف، بين أرجلها هوة مخيفة، اللاءات التي أحببناها في مرورها أصابها العجز. هل نجرؤ
على المرور هناك في تلك البلاد التي تعرفنا، هل نجرأ لإنقاذنا؟ جثث منسوجة بالدم تؤرجحها الريح، وأنا ألتقط أسماءها المنسية، توحلت قدمي بخيوطها، تسللت الرائحة طازجة قلقة مستغيثة. قبل أن أترك الصور الرطبة رجوت الشمس أن تصحو. لم تنتهي الحرب من سهرتها، ولم أنتهي من إعداد الطعام. كثيرا ما أفكر ماذا لو نقص عدد المحاربين، هل ستكف الأمهات عن طهي الأحلام؟ هل ستكف الأمهات عن طهي الأحلام؟ الليل والنهار لم يكفا عن السير، لم يتوقفا ليسألا كيف ثقلا بالموت. أصبحا منهكين، شكلا تاريخا مهلهلا مدمى، دفعنا للعيش فيه قسرا. اليوم سأغسل هذه الأحلام الحربية النافقة، سأرميها قطعة قطعة في الغسالة، سأستمع إلى أنينها المتصاعد من قهوتي ومن نشرات الأخبار. تؤلمني عيناي، تؤلمني عيناي شاشات متنمرة مخالبها نارية تلعب في ساحتي. لا أرضى، لا بحر، لا سماء ثابتة. الموت بطل لا يدع لي خيارا سوى الركون إلى آلامي والقبول بقوارب الجفاف. مساكن تمطت للتو من النوم، جثمت عليها أنفاس الصواريخ، أعدتها للحفر مجددا. وحدها النملة، وحدها النملة فقط صححت مسارها في التراب. بالقرب منها على صراخ طفل ضاعت من عينيه الشمس، ضاعت من عينيه الشمس في بيتي شجرتان متشابهتان، إحداهما قديمة كتاريخي والأخرى لعصافيرها لعبة الحب. شجرتان بعيدا عن الأرض متعانقتان. فجأة رأيتهما شعلة نار على شاشة التلفاز، بينهما علم الناتو. مهملة ملامحه، مهملة ملامحه، مغطاة بغبار دولي نهض الموت. مهملة ملامحه، مغطاة بغبار دولي نهض الموت. حزينا غادرته ابتسامته هذا الصباح، بحث عنها، ترجى من حوله، قادوه إلى رياض الأطفال. وشكرا. مرت الذكرى بلا ذكرى، على الحق السليم وفلسطين تنادي. أغيثوني وقد عز المجيب، بينما أين ننادي كلنا في الهم شرق. والآن فقرة شعرية للشاعر الرفيق عبد الحميد القائد، فليتفضل. الأخوة، الأخوات، الرفاق، الرفيقات، مساء الخير. لن أتحدث كثيرا ولن أسبب لكم الصداع، سأكتفي بالتعبير عن غضبي وحنقي عن طريق القصيدة. سأقول
سيمفونية فلسطينية. هل انكسر الزمان؟ هل انكسر الزمان؟ تبعثر في الحنايا والمكان. القدس هناك وحيدة تنزف دم الخيانات. هل هو المخاض العظيم؟ أم سينهض النور من غفوته غدا؟ ينبثق حريق الحكايات. الأسود، الأسود عاشق الأبيض، دونه لن يكون السواد سوادا ولا البياض دونه بياض. يختلط الطغاة بالطغاة، يرسمون عقولنا بطين الوحل. يريدوننا أن نصفق، نرقص في مهزلة هز الوسط. يغرسون في صدورنا الصدأ، يوهموننا بأنه الماء والكلأ. يغلقون بوابات القدس دوننا، يعلنونها نهاية الحكاية. هل بدأت الرواية أم أنها نبوءة الغواية؟ وفلسطين، وفلسطين رعشة الروح المقتولة، تقيم عصفورة تجاور يدي. القدس فراشة تهمس في ليالي الحنين. لن أمد يدي، أقسمت لن أمد يدي للغزاة. لن ألطق حروفي باسم الطغاة. وليختلط الأبيض بالأسود، يقترن النار بالنار. الحريق وحش كاسر، المدى شرار. العالم أصبح صغيرا تضيع فيه الحرية، وفلسطين تكبر جرحا، تكبر حلما، هي رؤيا. كلنا هناك ننتظر، نتعاطى الكوابيس ننتظر أن تساقط السماء بنفسج، تتحول الدموع مطرا، يتحول هوانا الفلسطيني عطر. أنت الذي هناك ابتسم. أخبرتني الفراشة أنها قادمة في هودج ترتدي عقود ياسمين. سيزخ المطر فضاءات، وفي يوم قريب ننتصر. يصبح الليل عروسا، ومثل شجرة فارعة عتيقة ستصحو فلسطين شامخة. سيتناثر الحلم في كل الأرجاء، قندا عسلا وياسمين. سننتظر سنين، ويعزف البنفسج سيمفونية الجبارين. وشكرا. مر عام بعد عام بعد عام، يكتب التاريخ عن قوم كرام. ملأوا الدنيا ضجيجا صاخبا، واداموا للورى ذل الخيام. والان فقره غنائيه الفنان حسن حداد. أتمنى من الجميع مشاركة الغناء.
زيتون وعلى كتفي ماشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا 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 أمشي شكرا للمشاركة. الاستماع صاير مغري ان الواحد يقول شيء شوي راكد. Thank you.
صدري نبع الوتر إلهي أعدني إلى وطني عند وستون انتهت ونصل فعلا غادر فجرحنا ما زال غضا راعفا وتنشد الرفض شرايين الورى كأننا عشرون مستحيل نعود للكرمل والجليل والآن فقرة غنائية الفنان سلمان زيمان ليتفضل. هذه قصيدة حق الشاعر راشد حسين، فلسطيني راشد حسين، أنا لحنتها بإعاز وترشيح من الأديب الراحل عبد الله خليفة، وهو أهداني كتاب أو ديوان شعر وقال لي إيش رأيك تلحن هذه القصيدة. القصيدة اسمها القدس في عينين.
لون عينيك نخيل، لون عينيك دوالي، لون عينيك كحب القدس غال ألف غالي، وجريح لون عينيك كشعري، وجميل مثل حبي، لون عينيك أبي، لون عينيك أبي يزرع رمانا وتينا، لون عينيك حصاد، لون عينيك بيادر، لون عينيك كفاح وطني فيه مسافر، وصبور لون عينيك كأمي، وكريم كسهولي كأمي، وأبي كجبالي. أما القصيدة الثانية فهي للشاعرة الفلسطينية سهام عطور شاهين، لحنت في القاهرة كان سنة 87، اسمها شجرة الزيتون. تتغزل هذه القصيدة أو الشاعرة في أحرف كلمة فلسطين، فتقول: حفرت اسمي على جذر مديد الجرح والحزن، وطفت عليه بالأشواق أرويه، وباللهب الملفع من حنايا النار والأهوال أسقيه، وأحرفها قوافيه، وأسهر فوق أحرفه، أردده أغنيه على قيثار أحزاني، قطفت الفاء من أيلول ملحمة رست في اللام والسين، وفي آيار سقت مقاطع الطاء من الطين، وفي تشرين جاءتني صروف الياء مهداة مع النون، ورحت على جبين الشمس أزرعها وأسقيها شراييني، فشبت في الدجا تعدو مزهرة تناديني، فلسطيني فلسطيني فمن يقوى ليمحوني، فمن يقوى. تفضل. وجريح لون عينيك كشعري، وجميل مثل حبي، لون عينيك أبي يزرع رمانا وتينا، لون عينيك حصاد، لون عينيك بيادر، لون عينيك كفاح وطني فيه مسافر، وجريح لون عينيك كشعري، وجميل مثل حبي، لون عينيك أبي يزرع رمانا وتينا، لون عينيك حصاد، لون عينيك بيادر،
لون عينيك كفاح وطني فيه مسافر وصبور لون عينيك كأمي وكريم كسهولي كأمي وأبي كجبالي لون عينيك نخيل لون عينيك دوالي لون عينيك نخيل لون عينيك دوالي لون عينيك كحب القدس غال ألف غالي لون عينيك كحب القدس غال ألف غالي وطفت عليه بالأشواق 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 أرويه حفرت اسمي على جذر مديد الجرح والحزن وطفت عليه بالأشواق 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 أرويه وباللهب الملفع من حنايا النار والأهوال أسقيه أسقيه وأحرثها قوافيه وأسهر فوق أحرفه
وأحرثها طوافيه وأسهر فوق أحرفه أردده أغنيه على قيثار أحزاني. رست في اللام والسين غطفت الفاء من أيلول ملحمة رست في اللام والسين وفي آيار سقت مقاطع الطائي من الطين وفي تشرين جاءتني صروف الياء مهداة مع النون وفي تشرين جاءتني صروف الياء مهداة مع النون ورحت على جبيني الشمس أزرعها وأسقيها شراييني فشبت في الدجى تعدو مزهرة تناديني فشبت في الدجى تعدو مزهرة تناديني فلسطيني فلسطيني فمن يقوى ليمحوني فلسطيني فلسطيني فمن يقوى ليمحوني فلسطيني فلسطيني فمن يقوى ليمحوني فمن يقوى